هل حال الدراما المصرية الآن ممكن تقع ضمن ما تأسف عليه أنت من الحنين إلى الماضي، الماضي الدراما والسينما طبعاً يعني والقوة الناعمة المصرية؟ لأن كمان أولاً بالنسبة للعدد قليل جداً، ومصر تستحق تعمل 50 و60 مسلسل و50 و60 فيلم كمان، وده كلام يعني مش هيضر حد، بس حقيقة الرقابة زادت، يعني مبقاش في إمكانية لعمل أفلام جريئة زي زمان. بلا يعني في التسعينات ظهر برضو من تأثير التفكير الإخوان أو غيرهم فكرة السينما النظيفة، ومعرفش السينما اللي مش نظيفة دي إيه يعني. وبعدين انتهى الأمر إن يعني إن الرقابة بقت قوية جدا، بعيد عن ممكن الناس تصور بنتكلم عن الجنس السياسي، يعني ما نقدرش نعمل فيلم زي شيء من الخوف، الرقابة هترفضه، ما نقدرش نعمل هي فوضى أو غيرها من الأفلام. فالمساحة قلت في الرقابة والمساحة قلت في الإنتاج، فأنا أتمنى المساحة تزيد.